يقصد الآلاف بلدة مولاي إدريس زرهون في المغرب صيف كل سنة فيما يشبه حج المسكين، حيث يلتئم مريدو الزوايا الصوفية حول ضريح المولى إدريس الأكبر مؤسس أول إمارة إسلامية في البلاد قبل 12 قرنا. فحج المسكين لأنه من لا نستطيع الذهاب إلى مكة أو الذهاب إلى الكية المقدسة لأداء فريضة الحج، فإنه يأتي إلى هذه البقعة الطاهرة للتبرك والترحم على حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يرفع المؤرخون نسب المولى إدريس إلى الرسول محمد من ابنته فاطمة وعلي بن أبي طالب. وصل إلى المغرب في أواخر القرن الثامن الميلادي طريدا في سياق الصراع على الحكم بين العلويين والعباسيين، احتضنته القبائل المحلية ليؤسس إمارة إسلامية سيطرت على مناطق وسط البلاد وتعتبر أصل الدول الإسلامية المتعاقبة على البلاد. موسم مولى إدريس هي فرصة انتعاش الاقتصاد بالمنطقة وفرصة للناس اللي تيكونوا، لأن فيها شوية البطالة هاد الفترة تتحرك تتكون حركية، اللي هي كي الناس كيبيعوا كيشريوا، كيكونوا الدور آهلة بالزوار، كي حتى بالنسبة للمركز السوق يعني كيتحرك، يعني هي السياحة الروحية. وتعد زيارة الأضرحة المنتشرة في الكثير من المناطق المغربية وإقامة مواسم احتفاء بأصحابها جزءا من طقوس التصوف الشعبي، وما زال بعض هذه المواسم يلاقي إقبال المريدين والسياح والفضوليين. في المقابل تلاقي هذه الطقوس إنكارا من قبل الأوساط السلفية.